يقلوا أبداً عن تأمين الحدود في مواجهة الأخطار والأجندات الخارجية. ومع التصارع العالمي الكبير في الأحداث والتنافس القوي في مجال الإعلام، أصبح الأمر يستوجب جهداً عربياً كبيراً في هذا المجال، وابتداع صيغ إعلامية وتكامل بين شعوب المنطقة العربية، وتبادل للخبرات بين الدول، ومواكبة النقلات التكنولوجية والفنية على المستوى العالمي. من هنا جاءت الدورة العادية 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب لمواكبة هذه المتغيرات ولبحث سبل تحقيق المنافسة التنموية، وكذلك سبل مواجهة الشائعات الزائفة ورفع مستوى الوعي في ظل الأحداث العالمية المتسارعة. الآن نذهب إلى كلمة معالي الدكتور جرهام عبد القادر، وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان، رئيس الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأستاذ كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية. السيد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية قطاع الإعلام والاتصال، أصحاب السعادة، السادة السفراء ورؤساء الوفود قطاع الإعلام والحضور الإعلامي، السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود في مستهل كلمتي هذه أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية وأمينها العام والقيادات بجامعة الدول العربية ولجمهورية مصر العربية على الدعوة للمشاركة في الدورة العادية رقم 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب. كما أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لجمهورية مصر الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة واحتضان قادة الإعلام في الدول العربية لمناقشة القضايا المهمة والجوهرية التي تهم بناء الوجدان العربي. إن اجتماعات قطاع الإعلام والاتصال تمثل فرصة طيبة للتداول حول مجمل واقع الإعلام والاتصال في الدول العربية، فضلاً عن الترتيبات الجارية الخاصة بالعمل العربي المرتبط بتعزيز العمل الإعلامي المشترك وفق استراتيجية موحدة لنشر ثقافة التسامح والسلام في ظل المتغيرات الكونية والجنوح نحو العدوان والتنمر والتطرف والكراهية، وأن نعمل معاً في بناء التوافق والعقل الجمعي الذي يخدم تطلعاتنا المشروعة نحو الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية المستدامة. أصحاب المعالي، السادة الوزراء، السيدات والسادة، لقد عملت الدورة رقم 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية على تحقيق مخرجات لقاءات مجلس وزراء الإعلام العرب وفق سياسات ومشروعات تهدف للارتقاء بالإنسان العربي وتحقيق أمنه ورفاهيته، والعمل المشترك لاستكمال وتنفيذ الاستراتيجية العربية الإعلامية وبلورة أهدافها على الوجه المطلوب، إلى جانب التوافق على ميثاق الشرف الإعلامي العربي بما يدعم التزام وسائل الإعلام العربية بالقيم والمبادئ المهنية والأخلاقية والدعوة إلى وحدة مصير هذه الأمة وتعزيز التعاون بين دولها ودعم القضية الفلسطينية وتقدير تضحية الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والمساهمة الفاعلة في تنفيذ الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة
والتصدي لظاهرة التطرف والإرهاب ومواصلة خطط تحرك الإعلام العربي في الخارج وغيرها من المحاور المتعلقة بالتنسيق المشترك في مجالات الإعلام الإلكتروني وتطوير البث الإذاعي وحقوق البث التلفزيوني للأحداث الرياضية وأنشطة المنظمات والاتحادات الإعلامية العربية وبناء المنصة الإعلامية العربية الموجهة بغية تصحيح الصورة النمطية للإنسان العربي والدفاع عن قضاياه العدلة، فضلاً عن إدخال التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية لتوعية النشء والشباب بأخلاقيات التعبير عن الرأي ومهارات التفكير النقدي والاستخدام الواعي والرشيد لشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب الإلكترونية حماية للشباب والعمل على معالجة سيطرة الأجهزة الإعلامية العالمية الكبرى التي تسيطر على شبكات الإنترنت وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات العربية المعنية. السادة والسيدات، إن المتغيرات الكونية المتمثلة في تغير المناخ وآثاره والحروب وأزمة الغذاء تستوجب أن نعمل سوياً لاستغلال الموارد الطبيعية في كل الدول العربية بشكل جيد وفعال لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المطلوب وتسليط الضوء الإعلامي على إمكانية الدول العربية وفتح آفاق جديدة للاستثمار خاصة في مجال الزراعة. ونشير هنا إلى أن بلاد السودان أرض الفرص الاستثمارية الواعدة تفتح أبوابها لدعوة الأشقاء للاستثمار في السودان، وسيكون ذلك السبيل للتعافي الاقتصادي وتوفير الغذاء وتوسيع دائرة عمل الشباب والاستفادة من قوتهم وطاقاتهم في بناء الوجدان العربي المشترك. سيدات والسادة، إن الإعلام السوداني في محيطه القطري والإقليمي يلعب دوراً مهماً وحيوياً في إدارة التنوع وتساوي الأصوات والحرية الإعلامية وتوسيع دائرة التعبير وتعزيز قيم الانتقال الديمقراطي تمهيداً للانتخابات في السودان. وقد كانت وسائل الإعلام السودانية والعربية حاضرة في كافة الأحداث خاصة كارثة السيول والفيضانات التي تسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات ودمار كبير في البنية التحتية في عدد من المناطق. وننتهز هذه السانحة لنشكر كل الدول العربية والدول الصديقة والتي ساندت ووقفت مع السودان، وقد ساهم الإعلام بصورة جوهرية في دعم خطاب الدولة للتصدي للكارثة خاصة في مجال التوعية وتحذير المواطنين قبل وبعد وقوع الكارثة وتنوير المجتمع العربي بحجم الكارثة. نؤكد التزامنا بصناعة المحتوى الإعلامي القادر والمؤثر والفعال لخدمة القضايا الوطنية والقضايا العربية المشتركة وبناء الكفاءة المهنية والبناء المؤسسي في كافة منابر الإعلام بما يعزز مصلحة الأمة العربية. وفي الختام أود أن أشير إلى أن التفكير الجمعي لمقابلة مطلوبات المستقبل هدف إيجابي دون إلغاء الماضي والحاضر، لأن المستقبل سيشهد تطورات متباينة على صعيد الإعلام، وعلينا أن نعمل على الاستجابة لتحديات المستقبل وتحقيق المكتسبات في ظل أجواء الانفتاح العالمي والتطويق الثقافي والإعلامي. وأدعو في خاتمة حديثي معالي السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأستاذ كرم جبر للمنصة إيذاناً بانتقال رئاسة دورة مجلس وزراء الإعلام العرب من السودان إلى جمهورية مصر والنيل يتدفق بأريجه شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً، والأمة العربية تتنسم هذا اللقاء الجماعي. شكراً جزيلاً، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والبركة.
شاء الله. بارك الله فيك. مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت أتمنى أن الجلسة الاجتماع التشاوري اللي عقدت منذ وقت قليل أن تكون منقولة على الهواء مباشرة لتشاهدوا حضراتكم الروح الطيبة التي سادت بين معالي الوزراء العرب ورؤساء الوفود. بتبشر إن شاء الله أننا الإعلام يبدأ مرحلة جديدة، عودة الروح للإعلام العربي. ويمكن كمان أبشركم أن هذا الجمع الكريم إن شاء الله هيكون متواجد في فبراير القادم في دولة الكويت التي تستضيف الاجتماعات القادمة لمجلس وزراء الإعلام العرب. مناسبات كبيرة واهتمام كبير وروح طيبة ومرحلة جديدة تبدأ في العمل الإعلامي العربي المشترك. ونتمنى من المولى عز وجل أن نستمر في هذا المنحى الإيجابي المهم لتوحيد الرؤى في مختلف القضايا، لأن ما نعاني به في مصر يحدث مثله في سائر الدول العربية. تحدياتنا واحدة ونواجه أمورا مشتركة تقتضي أقصى درجات التنسيق. ويسعدني أن أرحب بكم جميعا في افتتاح اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته رقم 52 التي تستضيفها جمهورية مصر العربية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. اسمحوا لي أن أتوجه بخالص عبارات الشكر لمعالي وزراء الإعلام العرب ورؤساء الوفود العربية، وأيضاً أرحب بزملائي الأعزاء السفير أحمد رشيد الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام، ودكتور جرهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان ورئيس الدورة السابقة، الدكتور مجاهد أبو الهيل رئيس المكتب التنفيذي، والدكتور نبيل جاسم رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي. وأرحب بكم جميعا في بلدكم الثاني مصر التي كانت وتظل وستظل دعما وسندا لقضايا أمتها العربية ومدافعة عن أمنها واستقرارها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى. وكلنا أمل أن يعقد مثل هذا الاجتماع في القدس الشريف حينما تعلن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. أنقل لكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص دائما على تدعيم أواصر المحبة والتعاون والتواصل بين الدول العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها والانحياز لما يحقق مصالحها ويحمي وحدة الصف العربي ويصون الدولة الوطنية ويحافظ على استقرارها. للإعلام دور مهم في مجتمعاتنا العربية لما يقوم به في تشكيل الوعي الحقيقي للشعوب. وربما تواجه الدول العربية في هذه الظروف تحديات وتهديدات في ضوء الظروف الدولية غير المسبوقة وتداعيات الأزمة، أزمة الحرب الأوكرانية وما يترتب عليها من أزمات في الطاقة والغذاء. ضيوف مصر الأعزاء، تأتي أهمية هذه الاجتماعات كونها تمثل نقطة محورية
نحو ترسيخ معالم منظومة إعلامية عربية متطورة وقادرة على التفاعل مع التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية في منطقتنا العربية. أجندة الاجتماعات حافلة بالعديد من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودور الإعلام في مكافحة التطرف والإرهاب ورصد وتأثير الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف، بحث الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة، وموضوعات أخرى كثيرة استعرضها السادة الوزراء معالي الوزراء ورؤساء الوفود في اجتماعات مكثفة على مدى 3 أيام. من المؤكد أن الإعلام قوة لا يستهان بها في تنوير المجتمعات العربية وتشكيل الوعي، فضلاً عن حشد الجهود من أجل الدفاع عن الأوطان ضد التهديدات والحفاظ على مقدرات أوطاننا. نشير هنا إلى أن الأمة العربية لديها إعلاميين نفخر بهم ويمثلون واحدة من أهم أدوات قوتها الناعمة، فالواقع العربي بما يشهده من تطورات بالغة الأهمية على جميع المستويات يفرض علينا أن نصوغ أفكاراً مبتكرة لتطوير آليات الإعلام العربي بما يمكنها من مخاطبة شعوبنا العربية ونقل وجهة نظرنا إلى العالم الخارجي بمحتوى يحمل مضامين تدافع وتعبر عن القضايا العربية وتصحح الصورة المغلوطة لدى الآخر، مع العمل على نشر ثقافة التسامح والعيش المشترك. مرة أخرى أرحب بكم ونتمنى أن تكون اجتماعات طيبة ومثمرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتح الباب للمناقشات. المذيع تفضل. طيب، الآن نتحول إلى كلمة معالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط، يلقيها بالنيابة عنه سعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود، أصحاب السعادة السفراء، حضرات السيدات والسادة، من دواعي شرفي الكبير مخاطبة مجلسكم الموقر في هذه الدورة الهامة التي تلتئم فوق أرض الكنانة برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، نيابة عن معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، معربا لكم عن تمنياته الخالصة بالنجاح والسداد واعتذاره عن حضوره الشخصي لالتزامات سابقة. كما أتوجه بجزيل الشكر لرئاسة الدورة السابقة في شخص معالي السيد وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان على ما بذله من جهود موفقة، مهنئاً معالي السيد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على رئاسة هذه الدورة. والشكر موصول للدول الأعضاء، أصحاب المعالي الوزراء والمنظمات والاتحادات الإعلامية ذات صفة مراقب تحت مظلة جامعة الدول العربية على إسهاماتها القيمة في إثراء أعمال هذه الدورة. سيد الرئيس، لقد تابعت الأمانة العامة بكل الاهتمام في الآونة الأخيرة سلسلة الاجتماعات التحضيرية
التي جرت في إطار فرق ومجموعات العمل التابعة لمجلسكم الموقر، والتي تمحورت حول متابعة عدد من القضايا المحورية لمواصلة تطوير العمل الإعلامي العربي المشترك. ومن هنا فإن الأمانة العامة تقدر عالياً هذه الجهود في سياق متابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية بتناسق محكم ووثيق مع خطة التحرك الإعلامي العربي التي تروم في المقام الأول مواصلة الدفاع عن مشروعية القضية الفلسطينية، وفي صلبها وجوهرها الدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني والروحي للقدس محتلة التي تحظى بمكانة وجدانية خاصة في قلوبنا جميعاً، والتي تظل مفتاح السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد تجاوبت فوراً مع المبادرة الفلسطينية لجعل يوم 11 ماي يوماً عالمياً للتضامن مع الإعلام الفلسطيني، والذي يتزامن مع ذكرى اغتيال الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عقلة، تعبيراً عن التضامن المطلق مع كافة الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين يعانون الأمرين من المضايقات والاستفزازات الممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهم يؤدون رسالتهم المهنية بكل قدسية ونكران ذات. كما أغتنم انعقاد مجلسكم الموقر للتنويه بالدور الفاعل لوسائل الإعلام العربية بكافة أشكالها في التصدي لظاهرة الإرهاب والتيارات المتطرفة المسيئة لقيمنا ومبادئنا السمحة والمهددة للأفراد والجماعات وكذلك لسلامة الدول الوطنية، مؤكداً على جدوى الاعتماد على الإعلام الرقمي في تعزيز هذه المبادرة البناءة في هذا الاتجاه. ومما لا شك فيه أن التوصيات الصادرة عن الملتقى الإعلامي المنعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية في شهر يوليو الماضي بشأن إدراج مادة الإعلام التربوي في مناهج التدريس ببلدان العربية هي الخطوة العملية الأساس لتحصين شبابنا من خطابات العنف والتضليل والتشكيك، وتحفيز مهارات الفكر النقدي المتنور بعيداً عن القوالب النمطية الأحادية. وبارتباط مع ذلك تبدو الأهمية الخاصة لاستحداث المرصد والمنصة المدمجة واستكمال النظام الداخلي للجنة العربية للإعلام الإلكتروني على هدي المقاربة التوافقية التي دأبتم عليها، متطلعين لبلورة إعلام عربي يمتلك مقومات كسب ثقة الرأي العام والتفاعل الموضوعي والنزيه مع انشغالاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، تمشياً مع ضوابط وأخلاقيات ميثاق الشرف الإعلامي العربي. إعلام منفتح على القوى الحية من أحزاب وجمعيات المجتمع المدني ومجالس منتخبة، يكون مرآة حقيقية لتطلعات شعوبنا في العيش الكريم. إعلام للقرب وذو مصداقية يكرس الحق الأصيل للمواطن العربي في الخبر والمعلومة، ويسهم في تحقيق الأمن المجتمعي كرافد لا غنى عنه في خدمة الاستقرار والتنمية في سياق دولي مضطرب ومعقد بسبب التصدعات الجيوسياسية الراهنة وهشاشة الأوضاع الاقتصادية والمالية والغذائية والطاقية. إعلام قادر على مسايرة التطور التكنولوجي والتحولات الرقمية، ولا سيما في ظل هيمنة كبريات الشركات الإعلامية
بما يتطلب الأمر من الإسراع بتنزيل استراتيجية موحدة في التعامل معها، سواء في بعدها المالي والضريبي أو على مستوى المحتوى. ومن هذا المنطلق فنحن مطالبون بمواصلة العمل بكل مسؤولية وحزم وإصرار من أجل الإسهام في تأمين صلابة بيتنا العربي الذي نعتز بالانتماء إليه في نطاق أشكال خلاقة ومتطورة وجديدة من التعاون الإعلامي البين عربي، مقدرين أعمال مجلسكم الموقر وأنشطته الموفقة في تشجيع التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مختلف المجالات المتنوعة، التي نحيي بالمناسبة الإسهامات المهنية والعلمية للمنظمات والاتحادات التي تعمل تحت مظلة الجامعة العربية في مجالات مختلفة كالبث الفضائي والإنتاج البرامجي والدرامي والعمل التلفزيوني والإذاعي والتبادل الإخباري. وحيث أن قوة وحيوية الفعل العربي ترتبط بصفة عضوية بقوة وتماسك دولنا التي ما زالت البعض منها مع بالغ الأسف تواجه ظروفاً استثنائية وصعبة، فإن الرهان الأكبر يظل في تحقيق الأمن والاستقرار والبناء وإعادة البناء المؤسسات وتعبئة قدراتنا على كافة واجهات العمل العربي المشترك بما فيها الإعلام، الذي يشكل قوة دفع حقيقية نحو توطيد دعائم الترابط الإقليمي ومد جسور الحوار والتواصل والتفاهم، واضعين في كل الظروف والأحوال المصالح العربية فوق كل الاعتبارات. كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص التهاني لجمهورية لبنان على اختيارها عاصمة للإعلام العربي برسم سنة 2023، مجددين تضامننا الكامل والمطلق مع هذا البلد العربي الذي يأبى القهر والانكسار، متطلعين إلى مشاركة عربية واسعة ومكثفة من كل القدرات من كتاب وإعلاميين ومبدعين ومؤثرين، تجسيدا لهذا التضامن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن هنستمع مع بعض الكلمات من معالي الوزراء اللي طلبوا الكلمة. معالي السيد زياد المكاري، وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية. شكرا معاليك. معالي الأستاذ كرم جبر الصديق المحترم، سعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، أصحاب المعالي وزراء إعلام الدول العربية الشقيقة، أصحاب السعادة الحضور الكريم، يطيب لي أن أتواجد في جمهورية مصر العربية الشقيقة والمشاركة في اجتماعات جامعة الدول العربية، ويسعدني أن أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لمعالي السيد أحمد أبو الغيث ولسعادة السفير أحمد رشيد خطابي وللسيدات والسادة موظفي الأمانة العامة في جامعة الدول العربية على الجهود المضنية التي بذلت وعلى التنسيق المثمر الذي ساهم في إنجاح أعمال هذه الدورة. ويطيب لي أن أتوجه بالشكر الخاص لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً على حسن الاستضافة الكريمة. السادة الحضور، يأتي اجتماع اليوم بعد مناقشة مستفيضة تمت في اليومين الماضيين اعتلتها فلسطين
التي كانت وما تزال وستبقى روح القضية العربية وريحانها، بالرغم من تكاثر وتناسل المآسي العربية. إن لفلسطين حقاً علينا جميعاً، وأبجديتنا اللبنانية تؤكد أن الوقوف إلى جانبها واجب. تعلمون جيداً بأن لبنان يمر بأزمة قاسية، أزمة تعددت أسبابها من تحديات اقتصادية وضغط النزوح السوري على لبنان وانفجار مرفأ بيروت في صيف 2020 وهجرة كفاءات غير مسبوقة. مليونا نازح سوري نستضيفهم منذ 11 عاماً، أي سوري على كل لبنانيين، ولذلك لم يكن مستغرباً في ظل هذا الازدحام البشري الخانق أن تنفجر جغرافيتنا الصغيرة بنا وبهم، وأن يأتي الانفجار على شكل أزمة اقتصادية قاتلة وضعت 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر. أيها الحضور، نصف مليون لبناني هاجروا منذ العام 2011 حتى اليوم. هذا جرف بشري كبير وهائل ومخيف سيكون له تداعياته على حاضر ومستقبل لبنان. صحيح أن هؤلاء يشكلون اليوم الرئة التي يتنفس منها لبنان المقيم من خلال الأموال التي ترسل لعوائلهم، ولكن الصحيح أيضاً أن لبنان خسر طاقته الإنتاجية والإبداعية ربما إلى الأبد، بحيث استقر معظمهم في الدول التي هاجروا إليها، ولن يعود منهم إلا أولئك الذين قصدوا الدول العربية الشقيقة، ونحن أساساً نعتبر أنهم بين أهلهم وأنهم لم يغادروا وطنهم. لقد تعلمنا منذ صغرنا أن لنا بلاداً كبيرة تتخطى حدود جغرافيتنا الصغيرة، تحتضننا في وقت الشدة لأن فيها أخلاقاً ومكارم. وها أنا هنا لأزيد من جرعة التأكيد ولاء لبنان لعالمه العربي وتمسكه باتفاق الطائف وتشبثه بالعمل والتعاون في إطار جامعة الدول العربية الأمينة على رسالتها وعلى الأهداف السامية التي نشأت من أجلها. لكننا وعلى الرغم من كل المصاعب عازمون على الخروج من هذه الأزمة، نتكل على طاقاتنا البشرية المتواجدة في لبنان والمنتشرة في الدول العربية الشقيقة وفي العالم أيضاً. من واقعنا اليوم نشدد على أن وزارة الإعلام اللبنانية لن توفر جهداً للمساهمة في تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك، وذلك بغية إظهار الوجه الحقيقي لمجتمعنا العربي بعيداً عن الإسقاطات المضللة التي يستخدمها أحياناً بعض وسائل الإعلام الغربي، كما وإننا نشدد على الحرية المسؤولة في نقل الواقع العربي بعيداً عن سياسات الهويات المتناحرة التي لا تزيدنا إلا تفرقة. وتواجدنا اليوم في القاهرة الحبيبة يؤكد على دور لبنان الفاعل في الجامعة العربية وحاجتنا إليها وإلى دعمها أيضاً. وكدليل على ذلك يسعدني أن أقول بأننا وقعنا مؤخراً مع وزارة الخارجية الفرنسية ومعهد إنا عبر وزارة الإعلام اتفاقية لحفظ أرشيف تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية ومكتب الدراسات والوكالة الوطنية للإعلام، وهي لا تحفظ ذاكرة لبنان فقط، إنما وخصوصاً ذاكرة الوطن العربي. كما وقعنا أيضاً اتفاقية لإطلاق مقر الاتحاد العام للمنتجين العرب في الجمهورية اللبنانية، وهو باكورة التعاون العربي ولبنان في صلب هذا التعاون. ونتطلع بكل شوق لاستضافتكم في بيروت قريباً ضمن فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي في العام 2023،
والتي سنسعى من خلالها لاستعادة رونق بيروت الإعلامي والعربي. ختاماً أقول لا نزال نؤمن بطاقات شاباتنا وشبابنا، لا نزال نؤمن بالنموذج اللبناني الفريد، لا نزال نؤمن بقيامة بلدنا دولة حديثة ديمقراطية وعادلة، وإن وجود دولة لبنانية قادرة ومزدهرة هو حاجة للأمن والسلم في المنطقة. أشكركم وأعيد شكري إلى جمهورية مصر رئيساً وحكومة وشعباً. شكراً. شكراً معالي الوزير. معالي السيد فيصل الشبول وزير الدولة لشؤون الأعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أرفع إلى مقام رئيس جمهورية مصر العربية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسمى آيات الشكر على رعايته الكريمة لأعمال اجتماعاتنا هذه، واستقباله أمس لوزراء الإعلام ورؤساء الوفود العربية، وتوجيهاته السديدة بشأن التعاون الإعلامي العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجهها أمتنا. الشكر لجمهورية السودان الشقيقة على رئاستها للدورة السابقة، والشكر لمصر الشقيقة على استضافتها على كرم الضيافة والتهنئة برئاسة الدورة الحالية، والشكر أيضاً للأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الإعلام والاتصال والأمانة الفنية لمجلس وزراء العرب الإعلام العرب. السيدات والسادة، شهد عالمنا العربي طوال العقد الماضي اضطرابات وتحولات عميقة ما زالت آثارها ممتدة حتى اليوم، تلتها جائحة كورونا التي أحدثت أزمات اقتصادية وإنسانية كبيرة، وصولاً إلى الآثار المباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وعلى قطاع الطاقة وسلاسل توريد الأغذية، إضافة إلى آثارها على العلاقات الدولية. والإعلام هو أحد الأسلحة في كل ما يجري، لكنه بات الضحية في الكثير من الأحيان، لا سيما في ظل الثورة الرقمية والآثار المباشرة لتحدي وسائل التواصل الاجتماعي الذي بات يشكل مصدر تهديد مباشر لوسائل الإعلام حول العالم وخصوصا في منطقتنا، على الرغم من فوائده الجمة على صعيد التواصل الإنساني حول العالم. وأذن ثمن كل الجهود والمبادرات العربية إزاء هذا الواقع، فأننا نحذر من المراوحة في الاستجابة لهذه التحديات كي لا نتأخر مرة أخرى ونخسر معركة جديدة في الدفاع عن قضايانا المصيرية وثقافتنا وصورة إنساننا في عالم متغير متقلب. ومن أهم التحديات الإعلامية التي نواجهها ما تشهده قضية العرب المركزية والجوهرية، القضية الفلسطينية، من حصار إعلامي ضد المحتوى الفلسطيني أو المحتوى المساند للقضية الفلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركات الإعلام الدولية، حيث يتم حجب المحتوى المناصر والمدافع عن فلسطين تحت مبررات واهية. إن الدفاع عن حضور المحتوى الفلسطيني والمحتوى المساند للقضية الفلسطينية على المنصات الرقمية العالمية هو أحد مكونات مقترح الدبلوماسية الرقمية الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية للأمانة العامة، وحظي بدعم الأشقاء واستفاد بشكل كبير من مرئيات ساهمت بها الدول العربية الشقيقة وتم اعتماده من مجلس وزراء الإعلام العرب. إن الإعلام المهني الموضوعي حق للجمهور في كل مكان، ويتوجب علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى ومن خلال هذا المنبر العربي أن نتحرك وقبل فوات الأوان لحماية وسائل إعلامنا الخاصة قبل العامة من مخاطر التعثر والإفلاس، وترك فراغ تملأه وسائل بديلة
لا تعترف بقواعد الإعلام وقوانينه ومواثيقه، كما لا تعترف بضبط محتوياتها أو مراعاة الثقافات والخصوصيات إلا في مواجهة الأقوياء والتكتلات. وإذ تبدو الطريق طويلة وشاقة في التصدي لهذا الواقع الجديد، فإن تعاون الحكومات مع المعاهد العلمية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من شأنه أن يقصر المسافات عبر مسارات ثلاثة: أولها التربية الإعلامية للناشئة في المدارس، وثانيها المعاهد والجامعات وضرورة الفصل الأكاديمي بين الإعلام وقوانينه ومواثيقه من جهة، ووسائل التواصل الاجتماعي وأطر تنظيمها من جهة أخرى، وثالثها التشريعات التي تحمي وسائل الإعلام والجمهور معا. وأشير هنا إلى هدفين مهمين يجب أن نضعهما نصب أعيننا في العلاقة مع شركات الإعلام الدولية ومنصاتها. الأول هو الحق في ضبط المحتوى من خلال الوصول إلى تفاهم مشترك ينظم العلاقة بين الدول العربية وهذه الشركات في مجال تحديد المحتوى الذي يشكل خطاب كراهية في مجتمعاتنا وضرورة ضبط المحتوى غير القانوني. أما الهدف الثاني فهو حق وسائل الإعلام في سوق الإعلان من خلال آليات محددة لفرض ضرائب رقمية على نشاطات وأرباح وسائل التواصل الاجتماعي. إنما تقدمت به هو عرض لأبرز التحديات واقع الإعلام العربي ومقترحات لبدء تحرك عملي في ميدان علاقة الحكومات العربية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي وشركات الإعلام الدولية، ينبع من حرص حقيقي لدى المملكة الأردنية الهاشمية بأن نقدم عبر هذا المنبر العربي الرائد ما يخدم تطلعات مجتمعاتنا العربية وحماية ثقافتنا العربية والإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الوزير. معالي السيد عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير شؤون الشباب دولة الكويت الشقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي السيد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية الشقيقة، رئيس الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب. سعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، أصحاب المعالي وزراء الإعلام العرب، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر لمعالي الأخ الدكتور جرهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام المكلف بجمهورية السودان الشقيقة على الجهود المقدرة خلال فترة ترأس السودان لأعمال دورتنا السابقة. كما أتقدم بالتهنئة إلى معالي الأخ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية الشقيقة على توليه رئاسة دورتنا الحالية، متمنين له التوفيق والنجاح في تيسير أعمال اجتماعنا هذا. وشكر موصول إلى سعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، وإلى طاقم الأمانة العامة على الإعداد والتحضير الجيد لهذا الاجتماع، متمنين أن تتكلل أعماله بالتوفيق والسداد. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري أن نلتقي على أرض مصر العزيزة وفي جامعة الدول العربية بيت العرب، كما يشرفني أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظ الله، وتمنياتهما بالنجاح لأعمال الجامعة الدول العربية بشكل عام ولاجتماعكم بشكل خاص ليتحقق لأمتنا العربية المزيد من التقدم والنجاح. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، من خلال هذا الاجتماع نجدد موقف دولة الكويت الثابت قيادة وحكومة وشعبا
الداعم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة الأقليمية والدولية وفي شتى المجالات السياسية والإعلامية والإنسانية، حتى تتحقق للشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه في ظل دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام. كما نؤكد حرص وزارة الإعلام في دولة الكويت من خلال قنواتها المسموعة والمرئية والألكترونية على متابعة الشأن الفلسطيني وإبقاء الوعي بالقضية الفلسطينية حاضراً لدى الأجيال الصاعدة، مع إدانتنا الشديدة لما يتعرض له الأشقاء في فلسطين من انتهاكات وتجاوزات مستمرة وصلت إلى مؤسسات الإعلام وأرواح الإعلاميين بما يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية. ومن مسؤولية الإعلامية مواجهة هذا الإرهاب بكافة صوره وأشكاله للوصول إلى نبذ ما يهدد الكلمة الحرة وحقوق الأفراد في التعبير بما لا يخالف القوانين والإعراف، بعيداً عن الإقصاء والتهديد ونشر الكراهية بين الشعوب. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، للإعلام دوره الهام والبارز في تحويل الكثير من مجريات الأحداث والتعامل مع التفاعلات الدولية ومواجهة الأزمات والكوارث، ويتناول اجتماعنا اليوم عدد من المواضيع الهامة المعروضة على جدول أعمالنا والتي تتعامل مع الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها الأمة العربية في ظل تطور الوسائل الإعلامية والانتشار الواسع للإعلام الإلكتروني. ولهذا تضاعفت مسؤولية الإعلام وأصبح أهم الأطراف الفاعلة والمؤثرة في إدارة الأزمات مهما كانت طبيعتها وخطورتها. فالإعلام الجاد والمسؤول يسهم في دعم الإدارة الحكومية والمؤسسية واحتواء الأثار الناجمة منها. ولعل أزمة انتشار فيروس كورونا وما فرضته من تحديات متراكمة ومتداخلة مع بعضها في كافة القطاعات وبشكل متصاعد في وقت غريب كان خير مثال لذلك، ولعب الإعلام الرسمي جنباً إلى جنب مع الإعلام الخاص المرئي والمقروء والمسموع والإلكتروني أدواراً مختلفة، منها القيام بدور حلقة الوصل بين الجهات المعنية بين الأفراد والمجتمع وتوعية الأفراد وتعزيز ووقاية المجتمع والتصدي للشائعات والحد من أخطار الأزمة والعمل على تغيير السلوك بشكل إيجابي، خاصة إن كانت هذه السلوكيات جزءاً من العادات والتقاليد المترسخة في المجتمع. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، ما بين التهويل والتهوين أثبت الإعلام العربي احترافية ومهنية وريادة خلال تلك الأزمة بامتلاكه مهارات التنسيق والتكامل مع مؤسسات الدولة وحسن المسؤولية الوطنية وما تتطلبه من شفافية لإظهار الحقائق للمجتمع والاستجابة السريعة والمتزنة والعمل على توحيد الرسالة الإعلامية والإعلانية من جانب وسائل الإعلام المختلفة، وهو ما أنتج خطاباً إعلامياً فاعلاً مؤثراً يحظى بالمصداقية والموضوعية والمتابعة والقدرة على التأثير في أفراد المجتمع واحترام تام للضوابط الأخلاقية. إعلام يبث الأمل واليقين بتجاوز تلك المرحلة، ومن هنا تبرهن دولة الكويت على ضرورة العمل لمواكبة التطور المتسارع والتحول الإعلامي الرقمي بتقنيات واستراتيجيات حديثة متجددة ليصبح الإعلام مصدراً للمعرفة ومنظماً للخدمة وموجهاً للخطاب المحفز للريادة، وصولاً إلى تحول نحو الإعلام الذي يتبنى نهج التنمية المستدامة ويتولى سياقة الخطاب الإعلامي على نحو متوافق مع قضايانا وثوابتنا العربية الأصيلة، ويحقق الريادة التي تجمع بين المحتوى الهادف وتوثيق ونشر الهوية العربية وتنمية المجتمعات. وفي الختام نكرر الشكر وعظيم الامتنان للجميع، ونؤكد على أهمية العمل المستمر والدؤوب لمواكبة التطور الإعلامي الذي يشهده العالم، وذلك من خلال وضع الخطط الاستراتيجية التشاركية واضحة الركائز والأهداف والعمل على تأهيل الكوادر العربية
وتنمية المواهب الشبابية الواعدة والقادر على قيادة وتوجيه المشهد الإعلامي العربي، وذلك من خلال خلق المزيد من الفرص والمبادرات المشتركة بين دولنا لتحقيق ما من شأنه رفعة أوطاننا وأمتنا العربية وصولاً إلى العالمية، متمنين أن تكلل جهودنا جميعاً لما فيه خير ورفعة وازدهار أوطاننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً معالي الوزير. معالي الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، وزير شؤون الإعلام مملكة البحرين الشقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، الأخوة والأخوات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أنقل لكم تحياتي سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتقديرهما لجهودكم الكبيرة في تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك تحقيقاً للأهداف النبيلة التي قام على أساسها هذا الكيان العربي التاريخي المهم، بما يرسخ الروابط الأخوية المشتركة بين دولنا وشعوبنا، ويدعم قضايانا العربية العادلة، وخصوصاً في المجال الإعلامي الذي يشهد جملة من التحديات المشتركة بيننا جميعاً، والتي تتطلب وقفة موحدة وجادة ورؤية جماعية مشتركة تلبي متطلبات الحاضر وتبني لمستقبل زاهر. كما أود أن أعبر عن عميق اعتزازي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لرعايته الكريمة لأعمال هذا الاجتماع ولقائه بنا، وكلمته الحكيمة والملهمة التي أرى أنها تشكل نبراس لعمل منظومة الإعلام العربي. كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لبلدي الثاني جمهورية مصر العربية الشقيقة على كرم الوفادة وحسن الضيافة ودعمها المستمر لأنشطة وأعمال جامعة الدول العربية، متمنياً لجمهورية مصر بيت العرب الجامع دوام التقدم والأمن والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحضور الكريم، نجتمع اليوم في رحاب هذه المنظمة العريقة التي كانت على الدوام ظل العرب الوارف ومصدر التعاون والوحدة، ويحدون الأمل بمستقبل أكثر ازدهاراً لدولنا وشعوبنا ما دام التعاون المشترك شعارنا ووحدة الهدف سبيلنا. ولنا فيما شهدته منطقتنا العربية مؤخراً من تطورات خير برهان، فالخطوة المباركة التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بالدعوة لقمة جدة للأمن والتنمية، قدمت نموذجاً حقيقياً في أثر العمل الجماعي ودوره في تحقيق أهدافنا المشتركة لمنطقة عربية يسودها الأمن والتنمية، ولا يعكر صفوها فكر متطرف أو تدخل في شؤون داخلية، وهو ما أكد عليه سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم في كلمته أمام أعمال القمة المذكورة بضرورة توحيد الجهود المشتركة لوقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول احتراماً لسيادتها وقيمها الدينية والثقافية ونهجها الحضاري في احترام الآخر والتسامح والتعايش السلمي. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة أيضاً إلى الجهود العظيمة التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال حرص فخامته على عقد القمم واللقاءات التشاورية الدورية التي تجمع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية لتنسيق وتوحيد المواقف ومواجهة التحديات المشتركة، وآخرها اللقاء الأخوي التشاوري الذي استضافته مدينة العلمين المصرية الشهر الماضي. الحضور الكريم، لا شك أن الإعلام والمسؤولية وجهان لعملة واحدة، ومتى ما غابت المسؤولية المهنية والأخلاقية فإن الإعلام
سيتحول من سلاح وطني للبناء والتنمية والتثقيف إلى معول هدم للأفكار والقيم والمجتمعات، ومن هنا تتحتم علينا المسؤولية التاريخية كمسؤولين عن هذا القطاع في وطننا العربي الكبير أن نعزز سبل التنسيق البينية للخروج بآليات عمل ومقترحات عملية وبناءة تمكن الإعلام العربي من القيام بدوره الوطني على الوجه الأكمل، وترسخ الوعي بالقيم والثوابت العربية والإسلامية في وجدان شعوبنا، وتحيي شعور الانتماء لقضايانا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ختاماً، أتقدم بجزيل الشكر لجمهورية السودان الشقيقة على ما بذلته من جهود طيبة خلال رئاستها لأعمال الدورة الماضية لهذا المجلس الموقر، وخالص التمنيات بالتوفيق لجمهورية مصر العربية الشقيقة خلال ترأسها لأعمال الدورة الحالية، والشكر موصول للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ما تقدمه من تسهيلات إدارية وتنظيمية لجميع الفعاليات المعنية بتعزيز مسيرة التكامل العربي في جميع المجالات، متمنياً لأعمال اجتماعنا هذا كل التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً معالي الوزير. معالي السيد محمد أسلم أسويدات، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الجمهورية الإسلامية الموريتانية. شكراً سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. معالي الوزير كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية الشقيقة، رئيس الدورة 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، سعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أصحاب معالي الوزراء ورؤساء الوفود، أصحاب السعادة السفراء، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أود بداية أن أعبر لكم عن مدى سعادتي وأنا أحضر معكم اليوم أعمال الدورة 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب المنعقدة بمدينة القاهرة الجميلة تحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وهي سانحة لأتوجه بجزيل شكري وعظيم الامتنان لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى الدور المحوري والريادي الذي ما فتئ تلعبه خدمة للعمل العربي المشترك. كل الشكر والتقدير لسعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، ومن خلاله لسيد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط على كل ما بذلوه من أجل تطوير وترقية العمل العربي المشترك خصوصا في مجال الاتصال والإعلام. الشكر موصول كذلك إلى معالي الدكتور جرهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان الشقيقة، ومن خلاله الحكومة والشعب السودانيين على كل ما تم بذله من جهود جبارة ومثمرة طيلة فترة رئاسته للمجلس. الشكر والتهنئة لمعالي الوزير كرم جبر ولجمهورية مصر العربية الشقيقة، الشكر على التحضير الجيد والتنظيم المحكم لدورتنا هذه، والتهنئة بمناسبة التسلم رئاستها مع تمنياتنا له بالتوفيق بتفعيل وتنسيق العمل الإعلامي العربي بما يضمن بلوغ الأهداف المرسومة ويساعد على مزيد النمو والاستقرار بالمنطقة. أصحاب المعالي، أيها السيدات، أيها السادة، حرصت الجمهورية الإسلامية الموريتانية منذ بداية المسار الديمقراطي على توسيع فضاء الحريات الصحفية الواعية التي تتيح للصحفيين ممارسة عملهم بحرية ومهنية، وتؤمن للمواطنين ممارسة حقهم في الإعلام وفي التعبير التعددي عن آرائهم وتوطيد دورهم في بناء رأي عام حاضن لقيم النماء والتطور وفق مقاربة تجسد الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني الهادف إلى ترسيخ وتجذير قيم الحرية والعدل والإنصاف والمساواة وتعزيزها انطلاقا من قناعة مفادها أنه كلما سادت حرية الإعلام تعززت الديمقراطية والحكامة الرشيدة وازدهرت التنمية وترسخ العدل واستتب الأمن والاستقرار. وبالرغم من كل ما سبق فإننا ندرك تماما حجم التحديات الناجمة عن الثورة الرقمية ووسائط التواصل الاجتماعي وما يترتب على ذلك من ضرورة أخذ الحيطة والحذر، ونرى أنه قد آن الأوان
لاعتماد خارطة إعلامية عربية لمواجهة التحديات الراهنة والسهر على تنظيم الجهود بما يضمن مناعة عربية ضد التحديات الظرفية والمستقبلية. أصحاب المعالي أيتها السيدات أيها السادة، إن إدراج مواضيع هامة ضمن جدول الأعمال لدورتنا هذه كالاستراتيجية الإعلامية العربية ودور الإعلام العربي في التصدي للإرهاب ووضع استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية هي أمور من بين أخرى سيكون لها لا محالة الأثر الإيجابي في توجيه الرأي العام العربي وتحصيله ضد الأفكار الداخلة والمضللة وتزويده بكل ما من شأنه المساهمة في تكريس الوحدة العربية وثقافة السلم والأمن والوئام. أما فيما يخص القضية الفلسطينية فاسمحوا لي أصحاب المعالي أيتها السيدات أيها السادة أن أؤكد على محوريتها بالنسبة لنا باعتبارها أحد ثوابت السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الموريتانية انطلاقاً من موقفنا الثابت والمبدئي المتمثل في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ضمن الحدود ما قبل 5 يونيو 1967 على أساس المبادرة العربية للسلام ووفقاً للقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة. وفي هذا المجال سأكتفي بتأكيد ما قاله معالي الوزير كرم جبر يوم أمس حين دعا بضرورة توجيه صرخة قوية من القاهرة مفادها أن القضية الفلسطينية هي أم القضايا العربية وأنه قد آن الأوان لإنصاف الشعب الفلسطيني العربي المناضل والصامد. وفي الختام أتمنى لدورتنا التوفيق والنجاح وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا معالي الوزير. معالي السيد نبيل أبو ردينة نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام دولة فلسطين. شكرا معالي الوزير. بداية أود أن أقدم كل الشكر والتقدير لهذا الإجماع العربي الغير مسبوق حول قضية القدس والمقدسات، وبالمناسبة هذه الرسالة التي ننقلها إليكم هي رسالة الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. أنقل لكم تحيات أهل القدس ونابلس وجنين وغزة، وأنتم تعلموا أن المعركة الحالية التي تجري على الأرض الفلسطينية هي عروبة القدس وهوية القدس ومقدسات القدس. ونقدر ونثمن الموقف المصري والمواقف العربية جمعاء حول هذا الموضوع، وخاصة وأن القمة العربية القادمة سيكون على أحد بنودها موضوع كيف يمكن إجراء تحرك عربي مشترك وفقا للرؤية التي استمعناها من الرئيس السيسي بالأمس. الأمن القومي المشترك يواجه تهديدات وتحديات للجميع، وبالتالي نقدر ونثمن هذا الإجماع الذي تم اليوم سواء في الاجتماعات الجانبية والتشاورية أو في هذه الرسالة التي ستنقل إلى القادة العرب القادمين. القدس مهددة بالتهويد، الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية مهددة، اقتحامات المسجد الأقصى تجري يومياً وتدنس يومياً، وكنيسة القيامة يمنع المسيحيون العرب من دخولها في أعيادهم، وبالتالي على الصوت العربي أن يكون مدوياً على الساحة الدولية دفاعاً عن الرواية الفلسطينية وعن المحتوى الفلسطيني الذي نجمع عليه جميعاً. الأمن القومي العربي لا يتجزأ، وكما سمعنا بالأمس واليوم وفي كل يوم أن الأمة العربية تتعرض لهجمة غير مسبوقة، وبالتالي محور كل هذه القضايا يبدأ وينتهي في تحقيق السلام في القدس وللشعب الفلسطيني. القدس عربية، القدس إسلامية ومسيحية، القدس يجب أن يدافع عنها بكل ما نملك، ولا سلام ولا استقرار في المنطقة أو لأحد في العالم. الشعب الفلسطيني لن يرضخ أكثر من 100 عام وهو يواجه النيران المسلطة على شبابه وشاباته وأبطاله الأسرى والشهداء الأبطال، يضحون يوميا من أجل فلسطين، من أجل القدس، من أجل هذه الهوية. الرواية الفلسطينية يجب أن تكون هي الرواية العربية على الساحة الدولية، وهذا ما اتفقنا عليه، وكل الشكر والتقدير لكل الذين ساهموا
الأمس واليوم في الاتفاق على هذه الرؤية. نشكركم جميعا وننقل لكم تحيات شعب فلسطين والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن وكل أحرار الشعب الفلسطيني لهذه الأمة العظيمة ولكل شعوبها المناضلة ولكل تضحياتها المستمرة من أجل قضية فلسطين ومن أجل قضية القدس ومقدساتها. والشكر للجميع. شكرا معالي الوزير. معالي السيد معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة الجمهورية اليمنية الشقيقة. شكرا كثيرا. معالي الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية رئيس الدورة 52. سعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية. أصحاب المعالي والسعادة، اسمحوا لي في البداية أن أنقل إليكم تحيات وتقدير فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء مجلس القيادة ودولة رئيس الوزراء معين عبد الملك، متمنين لهذا الاجتماع النجاح والتوفيق لما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك والذي يمثل الإعلام أحد أهم هذه الوسائل. واسمحوا لي أن أتوجه بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على حسن الضيافة وكرم الاستقبال، وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الجهود الكبيرة التي بذلت لتنظيم هذا الاجتماع والذي يعقد برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أشكر الأشقاء في جمهورية السودان الشقيقة ممثلة بمعالي الأستاذ هشام عبد الله وزير الثقافة السوداني على حسن إدارتهم للدورة 51 لمجلسنا الموقر، متقدما بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمعالي الأستاذ العزيز كرم جبر على تسلمه إدارة الدورة 52. أصحاب المعالي والسعادة، يتزامن انعقاد اجتماعنا هذا مع الذكرى 8 لانقلاب ميليشيا الحوثي بتخطيط وتمويل ودعم وتسليح إيراني على الحكومة الشرعية وسيطرتها على مؤسسات الدولة في العاصمة المختطفة صنعاء وتقويضها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه كافة أطياف العمل السياسي في اليمن وتحويلها الأراضي اليمنية إلى منطلق لاستهداف الجوار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد خطوط الملاحة الدولية وأمن الطاقة عصب الاقتصاد العالمي. لقد مثل هذا اليوم الأسود انتكاسة في تاريخ اليمن وألقى بآثاره الكارثية على مختلف الأصعدة والمستويات وخلف أزمة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم وكشف بكل وضوح عن الأطماع الشريرة لنظام طهران الذي خرج مسؤوليه منذ اليوم الأول للانقلاب معلنين سقوط العاصمة اليمنية صنعاء في أيديهم غير مكترثين بشلال الدم والخسائر الاقتصادية المهولة والنتائج الخطيرة للحرب على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وأمن واستقرار اليمن والمنطقة. لقد قدم اليمن منذ العام 2015 ولا يزال بدعم أخوي وإسناد لا محدود من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تضحيات كبيرة للتصدي للمشروع التوسعي الإيراني وحماية مقدرات الدولة والشعب والحفاظ على هويته الوطنية والعربية ومنع تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة للأنشطة الإرهابية وزعزعة أمن واستقرار المنطقة. ولقد مثل تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور محمد رشاد العليمي كنتاج للمشاورات اليمنية التي انعقدت برعاية كريمة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي وضمت مختلف القوى السياسية الوطنية اليمنية تتويجا للنضالات اليمنيين لاستعادة دولتهم وتجسيد الإجماع الوطني على توحيد الصف والكلمة والموقف في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب. الإخوة الأعزاء، لقد أكدت الحكومة اليمنية منذ بدء سريان الهدنة القائمة التي ترعاها الأمم المتحدة
الأمم المتحدة جديتها ومصداقيتها على دعم جهود التهدئة والحلول السلمية للأزمة والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وقدمت في سبيل ذلك التنازلات تلو التنازلات، وهو ما قبلته الميليشيا الحوثية بإعاز وتوجيه إيراني بالمزيد من الصلف والتعنت ورفض تنفيذ التزاماتها التي نصت عليها بنود الهدنة، وفي مقدمتها رفع الحصار عن محافظة تعز وتخصيص عائدات المشتقات النفطية من موانئ الحديدة لتسليم مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، وهو ما يستدعي تكثيف الضغوط الدولية على إيران لكف أذاها عن الشعب اليمني ووقف تدخلاتها التي تقوض جهود التهدئة وفرص الحل السلمي للأزمة، وإجبار أداتها من الميليشيات الحوثية على الانخراط في مسار بناء السلام بجدية وحسن نية، بالإضافة إلى دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتطبيع الحياة في المناطق المحررة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين وتثبيت الأمن والاستقرار في ربوع اليمن. معالي الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، إن التحديات التي تواجه بلداننا في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية تتطلب مضاعفة الجهود والمزيد من التخطيط والتنسيق والعمل خلال المرحلة المقبلة عبر صياغة استراتيجية إعلامية مشتركة لمواجهة التدخلات الخارجية والأطماع التوسعية، وفي مقدمتها التدخل الإيراني في شؤون دولنا وتحصين بلداننا ومجتمعاتنا من النزاعات والأفكار المتطرفة ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره. وأنتهز هذا الاجتماع لمطالبة الحكومة اللبنانية الشقيقة ووزارة الإعلام بوقف القنوات الإعلامية التابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية، والتي تتخذ للأسف الشديد من الأراضي اللبنانية منطلقاً لأنشطتها التخريبية وبث الفتنة والتحريض على استهداف الدولة وقتل اليمنيين والإضرار بالسلم والأمن الإقليمي والدولي. أصحاب المعالي والسعادة، بالرغم مما تعانيه اليمن بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، إلا أن قضية فلسطين كانت ولا زالت هي القضية المركزية بالنسبة للحكومة اليمنية والشعب اليمني، ونجدد المطالبة بالعمل العربي الموحد لاتخاذ كل ما يلزم لنصرة فلسطين دولة وشعب. وفق الله الجميع لما فيه مصلحة بلداننا وشعوبنا وأمتنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً معالي الوزير السيد مصطفى التيمي، المملكة المغربية الشقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية، صاحب السعادة السفير أحمد رشيد الخطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة، أصحاب السعادة حضرات السيدات والسادة، إنه لشرف كبير أن أحظى بحضور هذا الاجتماع نيابة عن معالي وزير الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية السيد محمد المهدي بن سعيد، الذي كلفني بإبلاغكم أطيب تحياته ومتمنياته بالنجاح لأعمال هذا الاجتماع. ويسعدني أيضا أن أتقدم إليكم بأصدق عبارات التقدير وأن أعرب لجمهورية مصر العربية الشقيقة عن أحر تشكراتي لما لقيناه من مظاهر المودة وكرم الضيافة التي تغمرنا بها خلال مقامنا بهذا البلد الطيب. وأشكر بكل إجلال فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الذي خص السادة الوزراء ورؤساء الوفود بلقاء تم خلاله التداول حول العمل العربي المشترك في الحقل الإعلامي بكل حرية، وأتقدم لمقامه بأسمى تجليات الاحترام والامتنان. كما أشكر كافة الدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية على حرصها الدؤوب على دعم ومؤازرة قضايا الإعلام العربي المشترك، راجياً من العزيز القدير أن يوفقنا جميعاً للخروج بالقرارات الصائبة التي من شأنها أن تحدد ملامح
عملنا المستقبلي في الحقل الإعلامي الحافل بالطموحات والتحديات، وأن تحقق مداولاتنا ومناقشاتنا كل النتائج المرجوة، وأن تبلغ المقاصد البناءة التي تتطلع إليها أمتنا العربية جمعاء. أصحاب المعالي، أيها الحضور الكريم، يتميز جدول أعمال هذه الدورة على غرار الدورات السابقة بقضايا أساسية ومحورية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمل العربي الإعلامي المشترك، وهي قضايا تستحق منا البحث الدقيق والمعالجة المعمقة، وعلى رأسها مواصلة دعم النضال العادل والمشروع للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة. واعترافاً بمركزية قضية فلسطين بالنسبة للمملكة المغربية وللأمة العربية جمعاء، وبالهوية العربية لمدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، ودعماً لجهود السلام في المنطقة، تمنح وسائل الإعلام بالمملكة المغربية حيزاً هاماً للخبر الفلسطيني لتسليط الضوء على المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى محاولة تهويد معالم المدينة المقدسة. لذا فإننا مطالبون بتسخير جميع الوسائل والإمكانيات المتاحة بقطاع الإعلام والاتصال ببلداننا العربية لحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والعمل يداً واحدة للدفاع عنها. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أذكر بما تبذله لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من جهود في سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وعن الهوية العربية الإسلامية للقدس الشريف، والتصدي للمخططات الاستيطانية وللانتهاكات التي يتعرض لها الحرم القدسي الشريف والمجلس الأقصى المبارك ودعم القدس والمقدسيين. وأذكر كذلك بالحصيلة المشرفة لبيت مال القدس تحت إشراف ورعاية جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في مضاعفة البرامج الميدانية بالتعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية في الدول العربية والإسلامية والمنظمات الأهلية لدعم القدس وبالمجهودات الدؤوبة للنهوض أساساً بقطاع التعليم. وفي هذا الإطار أدعو هذا المجلس الموقر إلى اعتماد مبادرات إعلامية فعلية لمواكبة عملية تنفيذ القرارات التي أصدرتها لجنة القدس ودعمها وتسليط الضوء على ما ينجزه بيت مال القدس. وبالمناسبة تعبر المملكة المغربية عن دعمها لمبادرة دولة فلسطين الشقيقة بإحداث مجموعة خاصة لصياغة خطة إعلامية خاصة بالقدس الشريف. أصحاب المعالي، أيها الحضور الكريم، تماشياً مع محددات الأجندة الأممية 2030 والالتزامات الدولية ذات الصلة، وباعتبار الإعلام بمختلف أدواته الشريك الرئيسي للترويج والتوعية بأهداف التنمية المستدامة من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لا بد لنا كفاعلين في هذا المجال أن نعترف بأن تحقيق التنمية بالمنطقة العربية رهين بالأولوية التي ستعطيها بلداننا للإعلام باعتباره المحرك الأساسي لكل مشروع أو استراتيجية، وباعتباره أيضاً حلقة الوصل بين واضع الاستراتيجيات التنموية والمستفيدين من برامجها. ومن هذا المنطلق نعقد آمالاً كبيرة على مؤتمر المناخ الذي ستستضيفه الشقيقة مصر قريباً لتحقيق خطوات إيجابية في هذا المجال. أصحاب المعالي، حضرات السيدات والسادة، لقد عرف الإعلام طفرة كبيرة جعلت منه نافذة سريعة لتداول أخبار ومعلومات صحيحة أو زائفة، مما جعله أرضاً خصبة تنشط فوقها شبكات وجماعات إرهابية استغلت الوضع لصالحها وسخرت الإمكانات العلمية والتقنية والبشرية لبلوغ أهدافها الرامية إلى التهديد والترويع وتدمير مرتكزات التنمية في البلاد العربية والعبث بأمنها واستقرارها. وفي الوقت الذي أصبح فيه العالم العربي
يواجه حربا حقيقية على الإرهاب، ونظرا للدور الرائد في تكوين الوعي الجماعي للمواطنين، أضحى التنسيق والتعاون المشترك بين الخبراء والفاعلين في المجال الإعلامي ببلداننا العربية ضرورة ملحة للتخطيط لبرامج تتصدى لهذه الظاهرة الفتاكة التي تتربص بوطننا العربي. وبخصوص خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج، أستغل فرصة انعقاد مجلسنا هذا لأؤكد على ضرورة توحيد الجهود لخدمة الأهداف المسطرة، نظراً لما لهذه الخطة من أهمية في تحديث وتطوير صورة الإنسان العربي وقيمه لدى الإعلام الدولي بالتحرك إعلامياً على المستوى الخارجي والتعريف بالقضايا والفكر والثقافة العربية. أصحاب المعالي أيها الحضور الكرام، أود أن أنوه بكل الجهود والأوراش الإصلاحية التي تباشرها العديد من بلداننا العربية من أجل تطوير وتحديث البنى الأساسية لقطاع الإعلام والاتصال وتعزيز قدراته، وذلك لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها، لنرتقي إلى مستوى يتلائم والمتغيرات التي يعرفها العالم اليوم، وإعادة الاعتبار لقيم الحرية والنزاهة في السياسات العمومية لقطاع الإعلام والاتصال. وفي هذا الإطار عملت المملكة المغربية على مراجعة الجوانب القانونية المنظمة للحقل الإعلامي من خلال مدونة جديدة للصحافة، تميزت على الخصوص بمراجعة عميقة لقانون الصحافة والنشر بغية تعزيز ضمانات الحرية والمسؤولية في العمل الصحفي، وكذلك إحداث المجلس الوطني للصحافة كهيئة منظمة مكلفة بالتنظيم الذاتي للمهنة وتعزيز الممارسة الصحفية السليمة في إطار احترام قواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة. حضرات السيدات والسعادة معالي الوزراء، إن هذه التعبئة الجماعية التي تتجسد في اجتماعنا هذا وفي الجهود التحضيرية التي سبقت تعد دليلاً قوياً على إدراكنا لحجم التحديات التي نواجهها جميعاً ولأهمية توحيد الجهود والتنسيق في إطار العمل العربي المشترك. ولا شك أن الجميع منخرط في رفع هذه التحديات من خلال العمل على تفعيل كل القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلسنا وتكثيف الجهود للارتقاء بالأداء الإعلامي المشترك حتى يواكب المستجدات المتسارعة في عالم الإعلام ويستجيب لتطلعات شعوبنا ويساهم في الدفاع عن قضايانا المصيرية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً معالي السيد حميد شبيرة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. شكراً سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأستاذ كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الدورة 52 لمجلسنا الموقر، أود أن أهنئكم في البداية على توليكم رئاسة هذه الدورة، راجيا لكم التوفيق والنجاح في إدارتها. وأود أيضا أن أطلب من معاليكم التفضل برفع تحياتنا وتقديرنا إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أولا على رعايته السامية الكريمة لأعمال هذا المجلس، وثانيا على التوجيهات السديدة والحكيمة التي تلقيناها أمس خلال مقابلتنا لفخامته. كما أيضا أود أن أتوجه بالتحية والتقدير إلى معالي عبد القادر جرهام وزير الثقافة والإعلام في السودان على النجاح الذي رافقه في تولي رئاسة الدورة 51 للمجلس. في نفس الوقت والشكر موصول أيضا إلى سعادة السفير أحمد رشيد الخطابي، مساعد الأمين العام للإعلام وممثل السيد الأمين العام في هذا الاجتماع، على المجهودات التي بذلها في متابعة نشاطات هذا المجلس
وبالذات للتحضير في التحضير لهذه الدورة. أصحاب المعالي، تعلمون جميعا أن بلادي ستحتضن الدورة العادية القادمة للقمة العربية يومي 1 و2 نوفمبر القادم برئاسة سيادة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. وفي سبيل إنجاح هذه الدورة، فقد عبأت الجزائر كل إمكانيات ضخمة، وتعمل على توفير كل الشروط اللازمة لاستقبال القادة العرب في جو مثمر ومريح. ويتزامن انعقاد هذه الدورة مع احتفالات الشعب الجزائري وكل العرب وأحرار العالم بالذكرى 68 لاندلاع أعظم ثورة تحرير في القرن العشرين، بما حملته من رمزية ومعاني سامية في النضال والتضامن. هذه الثورة وهذه الحرب التي وضعت حداً لاستعمار استيطاني غاشم استمر قرن و32 سنة، واستعادت بذلك الجزائر استقلالها وكرامتها، ودفعت في سبيل ذلك كما تعلمون جميعاً 1.5 مليون من خيرة شبابها كشهداء. وأغتنم هذه الفرصة ومن هذا المنبر وبمناسبة انعقاد هذا الحدث العربي الهام بدعوة وسائل الإعلام العربية والأجنبية إلى التركيز على هذا الحدث الهام بالتغطية والدراسة والمساهمة في إضفاء أجواء إيجابية بناءة تساهم في توفير مناخ مناسب بمزيد من النجاحات العربية إن شاء الله. أصحاب المعالي، السيدات والسادة، تنعقد هذه الدورة لمجلسنا في ظل ظروف يمر بها وطننا العربي تميزه جملة من التحديات كالإرهاب والتطرف والتجاذبات الدولية والإقليمية وتداعيات ما بعد الكوفيد بأبعادها السياسية والاقتصادية التي زادت حدتها بشكل مفرط، وهو ما أضحى يشكل عائقاً حقيقياً في وجه التنمية والتطور لبلداننا وتلبية تطلعات شعوبنا المشروعة نحو الرفاه والازدهار. وبالموازاة مع مجهودات التنمية الداخلية وتحقيق التقدم والازدهار، تحرص الجزائر على تطوير أواصر التعاون العربي المشترك في كافة المجالات، إيمانا منها بأن تطوير التعاون العربي في مختلف الميادين سوف يعمق الروابط بين بلداننا لتحقيق التكامل المنشود وإحداث نقلة نوعية خدمة للمصالح العليا لأمتنا العربية. ولا يمكننا الحديث عن التحولات التي يعيشها عالم اليوم ووطننا العربي على الخصوص دون الحديث على ضرورة إصلاح منظومة عالمنا العربي المشترك، والتي يتوجب علينا أن نوليها عناية فائقة بأن تأخذ بعين الاعتبار كل ما يجمعنا وأن تتعالى على كل ما يفرق شملنا إن وجد، وبما يكفل مسايرتها للتغيرات الحاصلة واستجابتها إلى تطلعات وأمال شعوبنا العربية. وهو الموضوع الذي حظي باهتمام من قبل وزرائنا للخارجية في اجتماعهم الأخير بالقاهرة، حيث قرروا إدراج هذا الموضوع وهذا الملف الهام في جدول أعمال القمة العربية القادمة بالجزائر. أصحاب المعالي، سيدات والسادة، إن ما يعانيه شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية من قتل وتدمير ومصادرة للأراضي واستيطان والتهجير للسكان والحصار الجائر والتهويد العنصري وتدمير جميع فرص السلام، كل ذلك يكشف خطورة الواقع الراهن، وعلى لا على شعبنا الفلسطيني فحسب، بل على أمتنا العربية جمعاء. واختلاق مصطلحات ومفاهيم وترسيخها في الأذهان عبر منظومة إعلامية دعائية مفضوحة، واغتيال الصحفيين لإسكات صوت الحق، ولعل اغتيال الصحفية شيرين أبو عقلة التي تستحق التكريم والإشادة
لأبشع صورة لذلك. إن خطة التحرك الإعلامي وضعت قضية العرب الأولى على رأس سلم أولوياتها، كما وضعت الارتقاء بصورة هويتنا العربية وحماية مقدساتنا الروحية وموروثنا الفكري والحضاري هدفاً أساسياً، ومواجهة موجات الحقد والكراهية لكل ما هو عربي إسلامي، فضلاً عن الهدف الذي لا يقل أهمية للخطة المتعلق بمحاربة التطرف والإرهاب كظاهرة وخطاب الكراهية والفكر الظلامي. وبلا فخر أذكر الحضور الكريم أنه لطالما عرضنا على أشقائنا العرب خبرة وتجربة الجزائر الطويلة والرائدة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من خلال تجفيف منابعه ودعم وتفادي تمويل الإرهاب. في الختام يسعدني أن أجد التعبير والتقدير لجمهورية مصر العربية على كرم الضيافة وعلى الاستقبال، وأتمنى لدورتنا كل النجاح والتوفيق، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم. شكرا معاليك. معالي السيد محمد الأسدي، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات جمهورية العراق الشقيقة. شكرا سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأستاذ كرم جبر، رئيس مجلس وزراء الإعلام العرب، رئيس المجلس الأعلى للإعلام بجمهورية مصر العربية المحترم. سعادة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الإعلام والاتصال المحترم. معالي الدكتور مجاهد أبو الهيل، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب. معالي الدكتور نبيل جاسم، رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي المحترم. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء نتقدم بالشكر والامتنان لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، والشكر موصول إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على فرادة التنظيم لهذه الدورة، كما نبارك للأستاذ كرم جبر تسنمه رئاسة مجلس وزراء الإعلام العرب، متمنين له الموفقية والنجاح بهذه المهمة. ونتقدم بالشكر والتقدير إلى جمهورية السودان لإدارتها مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته السابقة. أصحاب المعالي والسعادة، تعلمون أننا نجتمع هذا اليوم في ظل الكثير من التحديات التي تواجهها الدول والمنطقة بشكل عام، وفي مقدمتها قضية العرب الأبدية، القضية الفلسطينية التي تتطلب مواصلة الجهد وتوحيد الخطاب الإعلامي بشكل يجعل من هذه القضية رسالة عربية موحدة دائمة ذات تأثير واضح، الأمر الذي يحتم علينا تعزيز آليات تنفيذ جميع القرارات والأهداف والبنود المتمخضة عن جلسات اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بهذا الخصوص. أصحاب المعالي والسعادة، عانت وتعاني كثير من بلداننا العربية العزيزة من انعكاسات وتأثيرات الإرهاب بشكل أو بآخر، وبات ذلك يمثل خطراً اجتماعياً بحاجة إلى وقفة جادة من قبل الجميع لتقويض خطاب الكراهية والعنف وما ينتج عنها من أثر بالغ في أوطاننا. كان العراق صاحب تجربة كبيرة في مكافحة آفة الإرهاب، ومن هنا يجب إيلاء برامج التوعية والتثقيف اهتماماً واسعاً وإعطاء المجتمعات جرعات إيجابية في مفاهيم السلم الأهلي والتعايش المجتمعي. وإننا في جمهورية العراق ومن منطلق النهوض بواقع المؤسسات الإعلامية ودفعها باتجاه تكوين خطاب إعلامي بناء، وفي ظل وجود إرادة ودعم من الحكومة العراقية، استحصلنا قراراً من مجلس الوزراء العراقي الموقر يقتضي بتسوية جميع ديون وسائل الإعلام العاملة في العراق التي تراكمت عليها
ديون سابقة بسبب الظروف التي مرت ببلادنا العزيزة. الأخوة الأشقاء أصحاب المعالي والسعادة، إننا في جمهورية العراق ندعم كل التحركات صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعيم كل الخطط الاستراتيجية في هذا الصدد، ونعمل في هيئة الإعلام والاتصالات التي اختصرت الوقت والجهد والتنظيم لأهم القطاعات في عصرنا الحديث وهي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. نعمل على إطلاق منصة للتوعية بأهداف التنمية المستدامة ويجري العمل عليها بشكل مشترك، فضلاً عن العمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب. قبل الختام، إن العراق في الوقت يدعم فيه المقررات وكل الجهود والرسائل الإعلامية التي تدعم الحفاظ على البيئة، فإننا بلادنا تعاني من الجفاف وتأتي من ضمن أكثر 5 دول في العالم تتأثر بتقلبات المناخ والاحتباس الحراري وتزايد المخاوف عن اتساع ظاهرة التصحر. لذا نطلب تضافر الجهود الإعلامية العربية مع العراق في هذا الملف. وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نتقدم إليكم بالشكر والتقدير والتوفيق والنجاح لهذه الدورة بأعمالها ومقرراتها، والشكر موصول إلى جمهورية مصر العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً معالي الوزير. طبعاً تم في الجلسة التشاورية إطلاع معالي الوزراء ورؤساء الوفود على التوصيات، وتمت الموافقة عليها. هترفع الجلسة لبعض الوقت ونعود في الجلسة القادمة بإذن الله. شكرا لكم. معالي الوزراء، يعني في معالي الوزراء في التكريمات دلوقتي ولا نخليها بعد؟ طيب، التكريمات هتاخد وقت قليل، تكريمات الإعلاميين العرب في جائزة التميز لن تستغرق وقتا طويلا. نستأذن حضراتكم في إعلان وتوزيع الجوائز الخاصة بالدورتين الخامسة والسادسة لجائزة التميز الإعلامي العربي. سنقوم بتوزيع الجوائز الآن، نرجو من حضراتكم البقاء قليلا. شكرا. شنو سالم محصور بوحة؟ أقصد بس المشروع كان هم المراسم اللي عارفين. We'll be right back.